تصويت بنعم على هذا الدستور، لأنه في مجمله يلبي الحد الأدنى لطموحات الفئات العريضة من هذا الشعب. كلنا نعلم أن ثورة 25 يناير كانت أهدافها عيش، حرية، كرامة إنسانية، وثورة 30 يونيو كان شعارها يسقط حكم المرشد، أي أننا كنا نبحث عن دستور يلبي احتياجاتنا كشعب في العدالة الاجتماعية، في الكرامة الإنسانية، في الحرية، وأيضا يمنع المتاجرة باسم الدين، ويمنع إلباس السياسة ثوب الدين لأغراض أبعد ما تكون عن الدين. وقد رأينا جميعا الفصيلة الذي تحدث باسم الدين وسيس البلد طوال عام لابسا ثوب الدين، وإذ به بعد 30 من يونيو أبعد ما يكون في رد فعله وتصرفاته وخلقياته عن الدين. وبالتالي لما يكون في بين ايدينا دستور بيقول مصر دولة ديمقراطية حديثة حكمها مدني، فهذا معناه ان مصر ليست دولة دينية. وحينما يكون بين يدينا دستور ينص على حرية المواطن وحرية الاعتقاد ويضمن حرية إبداء الرأي ويضمن حرية الصحافة المطبوعة وغير المطبوعة وحرية الإعلام، أي يضمن حرية المواطن في المجمل، فلماذا نثير العراقيل؟ هل نستطيع في هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن لأي شخص أو أي لجنة أن تصيغ دستور يلبي احتياجات كل فصيل؟ دعونا نتقابل في المنتصف، ونحن نرى أن هذا الدستور وضعنا في المنتصف جميعا نبني عليه، ونستطيع من خلال التصويت بنعم عليه أن نمضي في خارطة المستقبل، وأن ننظر إلى الأمام لاستكمال مؤسسات الدولة بعد الاستفتاء إن شاء الله بانتخابات برلمانية، حتى لو اختلفنا على صيغة قانون الانتخاب في القادم فدعونا نكمل ولا نضع العراقيل، ولنتنازل كل منا من جانبه حتى يمضي الوطن لتحقيق آماله وأهدافه، ثم نستكمل بعد الانتخابات البرلمانية بالانتخابات الرئاسية. ودعونا نضع حقيقة أن الشعب الذي استطاع أن يقوم بثورة 25 من يناير وبثورة 30 يونيو لديه من الوعي أن يفرز ما بين الغث والسمين، لديه القدرة أن يختار ممثليه ونوابه. فدعونا جميعا ونحن ندعو جميع المصريين بالتصويت بنعم على الدستور، حتى نستطيع أن نعبر هذه الفترة الصعبة والحرجة من عمر الوطن. شكرا لكم جميعا.